لاباس. مرحبا بكم في قناه ميلود الحادقه. اليوم ان شاء الله غادي ندير بوشنيخه، وقلت نشارك معكم البنات والولاد اللي متبعين القناه ديالي. مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غندير بوشنيخه. هنا هذه هي المقادير ديال بوشنيخه، سمحوا لي ما قدمتش لكم المقادير. هنا انا غندير كنتسمى جوج عجنات، هنا عندي جوج زبدات اللي غادي ندوبهم ونديرهم في الكسرونه وندوبهم. هنا هادو غادي نديرهم في الكسرونه وندوبهم. هنا هاد الفيديو، نتمنى هاد الفيديو يلقاكم باحوال طيبه وصحه جيده باذن الله. هذه هي الزبده اللي دوبت، هنا جوج زبدات ندايبين. هنا كنحتاجو هاد الحليب، كنحتاجو إطرة الحليب في هاد لهاد البوشنيخة. هنا جوج زبدات وإطرة الحليب. كنحتاج ليها معلقة ديال السنيدة، راس معلقة ديال الملحة، معلقة ديال حبة حلاوة مطحونة مزيان مغربلة، ومعلقة ديال النافع. وهنا اللوز طحناه بالقشور ديالو، طحناه خضر، جوج معالق ديال اللوز. هنا كنحتاج ليها جوج خمارات ديال الزهر وخمارة ديال الحلوة. بسم الله على بركة الله. تنخلطوا هاد المقادير كاملة، عادا كنبدا ندير الطحين. كندير الطحين، عاد ندير الخمارات، خمارة هنا جوج ديال الانظمه الزهر، كتسمى بالانظمه الزهر. كاين اللي يقولها الانظ ديال الزهر، كل واحد اش كيقول لها. هنا عطيتكم البنات مقادير ديال جوج عجنات، ماشي ديال عجنه وحده. بسم الله. هنا غادي انا عندي الفرص، راه ما كنعبروش العبار ديالها، هي الحليب والزبده. هنا ان شاء الله نستمر تنكمل جمعت العجينه، وبقيتها باقي خاصها شويه طحين. انا زدت شويه ديال الفرص، هي العجينه ديالها كتبغي شويه تكون عاقده باش ما يتلاصقوش هذوك الخيوط ديالها. من بعد الدليك راه غدار في الوراقه، راه هي اللي غدلك كلشي. انا ساليت العجينه ديال البوشنيخه البنات. هنا كنديرها كويرات على حساب الوراقه، كنديرها في البلاستيك باش ما يطرشش البرد. هنا ضروري ديرها في هذا البلاستيك، على ما درتوهاش راه كيطرش البرد. وكدير ديك القشره، كلشي عارف العجينه راه بقات في البرد راه كدير القشره. وهذا الشيء ديال الشباكيه ولا بوشنيخه راه ضروري من البلاستيك ديروها فيه.
هاد البوشنيخه اللي كندير البنات راه ما كاينش اللي كنديرها ليه وما كتعجبوش. هاد البوشنيخه راه كتجي زوينه وكتبقى مقرمشه واخا تبقى عندي حتى العام ما كتوقع لها حتى حاجه. خاصو على العسل يكون مزيان وهي تكون مخدومه مزيان. هنا جمعتها كامله كلشي درتهم هاد الكويرات وغنديرهم في هاد البلاستيك الغذائي واحد 5 دقائق. راه ما كيتلصقوا ما والو واخا تشوفوا شي فوقشي راه ما كيتلصقوش مع ديك الزبده كتخليهم شي يتلاصق واحد 5 دقائق وغنرجع نشكلهم. ولات ترجعت لي هاد العجينه ديال البوشنيخه. هنا كنطلقها بالمدلك شويه. انا خليتها 5 دقائق عاد رجعت ليها مديتها. هي العجينه ديال هاد البوشنيخه راه كتكون قاصحه شويه ضروري ما ديروا ليها طحين. هنا خاص هنا يكونوا مقادين لهاد هاد الاخر ديالها يكونوا مقادين باش هادوك الخيوط ميجوش عوجين باش الصنطه تكون مقاده. هنا كندوزها في الوراقه هنا الوراقه ندوزها فيها كنورقها مزيان. كندير الماكينه الوراقه في النمره 5. هنا ورقتها هنا غادي نشكلها على سير متشدين كاع باش تبرق. هنا البنات انا كنشدها راسي هنا راسي. البوشنيخه ديالنا كنحيدو ونقادو ليهم هذوك الروف. انا نعاود معاكم وحده اخرى البنات. هنا كيف كتشوفوا هذه هي البوشنيخه ديالي. هنا غنقطعها ونشاركم. هنا بوشنيخة البنات هنا تنقطعها. انا ما كنعبر ما والو كنشوف عا ما شافت عيني على عيني ميزاني وكنقطع. هنا كيبان لكم شي خويط الزيت تحيدوه ناقص تحيدوه حقاش هذاك ملي كيبدا يتقلب الزيت كيتحلوا هذوك الخيوط اللي كيكونوا ناقصين. هنا انا كنشد الرباط بحال هكا وتحاولوا تنقصوا ليها هاد الجنيبات على جاكم نقصوهم حقاش ما كيدخلش لي كيبقاو شويه بيضين. انا كندير لها بحال الخدمه ديالي هي هذه. انا هاد البوشنيخه ديالي راه ما كاينش ما كيدوق عدوي وكتعجبو راه كتجي مقرمله وراه كتبقى مقرمله حتى ولو تبقى عدي حتى العام حتى العام تتبقى عدي وما تتخسرش. هذه هي بوشنيخه البنات كيفاش كتشوفوا فيها راه كتجي محلوله. مازال نبدا نطيب ان شاء الله ونشارك معكم. هنا بوشنيخه البنات راني درت الزيت ها هو سخن كنحطها بحال هكا.
كيف كتشوفوا راه كنحطها كطلع. هادي هي البوشليخه ديالي البنات، راه اللي ضاعه كتعجبو. هادي هي المقادير المعتمده عندي ديال البوشليخ. ملي كنبغي نرميها كنحلهم واحد شويه بحال هكا، كندير ليهم صافي وكنحطها في الزيت. كنهزها كنفطرها شويه كتشوفوا، حاول ما نحمرش بزاف حيت باقي العسل غادي ياخذ حتى هو شويه تحمار. هنا العسل نخليها شويه في العسل حقاش العسل باقي بارد باقي ما سخنش، كيسخن العسل شويه معايا كنحطها، ما كنسخنش العسل، كان العسل بارد وكنحطها في سخونه هي اللي كتسخن العسل. نخليها شويه عاد نحيدها. هنا دوك العجنات جوج اللي شاركت معكم ديال البوشنيخه، هنا هادي جوج عجنات شحال عطوني، هادو هما العجنات اللي شاركت معكم. هما عطوني هنا اكثر من 4 كيلو ديال البوشنيخه، فوق 4 كيلو، وانا غنعبرهم ونعاود نقول لكم شحال عطوني. الشكل النهائي ديال البوشنيخه البنات اللي شاركت معكم هي هادي. هنا البنات راه ما كاينش اللي كيشوف هاد البوشنيخه ديالي كيذوقها وما كتعجبوش، كاع الناس اللي ضايقينها عندي راه غاديين يشوفوا الفيديو راه غتعجبهم، كلشي كيتعجبهم بالبوشنيخه. بهذاك المقادير اللي حطيت لكم هي المعتمده عندي.
نتمنىكم تتوما تجربوها، ولا جربتوا عجبتكم ما تنسوناش من اللايك، وديروا لنا ابوني وضغطوا على الزر الاحمر وغيوصلكم كل جديد ان شاء الله بحول الله. هاد بوشنيخه البنات راه ساهله ساهله في الخدمه ديالها، وما كتطلبش شي ثمن غالي بحال الشباكيه. انا ان شاء الله غندير الشباكيه وشاركه معكم باذن الله. وشكرا لكم البنات اللي كتابعوا القناه ديالي، البنات والولاد شكرا لكم بزاف بكم باش غتكبر هاد القناه وتزيد لقدام ان شاء الله بحول الله. هي اللي هي قناتي وقناتكم، شكرا لكم بزاف بزاف. ايوا بقى لي نقول لكم بالصحه والراحه وشهيه طيبه ورمضان كريم ان شاء الله.